وإلى ملفنا الأخير والدعوة الأمريكية الأوروبية لطهران بالعودة إلى مفاوضات فيينا، حيث دعت الولايات المتحدة الأمريكية وثلاثة قوى أوروبية إيران للعودة السريعة إلى مفاوضات نووية في فيينا. والتقت وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وألمانية في باريس لبحث الموقف من الملف النووي الإيراني. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية استمرار الدبلوماسية في توفير مسار أكثر فاعلية بشأن إيران، ودعت طهران للإسراع في العودة إلى مفاوضات فيينا. ومن جهتها دعت الخارجية الفرنسية طهران إلى وقف أنشطتها التي تنتهك الاتفاق النووي وطالبتها بالعودة إلى مباحثات فيينا. وكانت طهران أكدت في تصريحات سابقة أنها ستعود إلى المفاوضات النووية في القريب العاجل دون أن تحدد موعدا لهذه العودة. وللمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ سعيد السالمي، أستاذ الجيوسياسية من باريس، وعبر الهاتف من فيلادلفيا الدكتور إيران كنعان أستاذ العلوم السياسية. أهلا بكما ضيفي. لو أبدأ معك دكتور سعيد، الاجتماع كان في باريس والدعوة لعودة قريبة إلى المفاوضات، هل ستجد هذه المطالب آذانا صاغية في طهران؟ تحياتي أستاذ أيوب ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. لا أعتقد أن هذه الدعوة ستلقى ترحيبا لدى إيران، لأن إيران تعتبر الجانب الأوروبي على وجه التحديد مسؤولا عن العديد من التماطلات أو عديد من الخروقات التي طالت فترة ترامب. لماذا؟ لأن الجانب الأوروبي لم يتعهد بالضمانات التي قدمها في اتفاقية 2015. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أن الجانب الأمريكي الذي يعتبر الطرف الرئيسي الآن في المعادلة تعتبر إيران أنها خلقت موازين قوى جديدة مع هذا الطرف الأمريكي، وهو الطرف القوي وهو مخاطبها الرئيسي في هذا الموضوع. إذن تعتبر أنها خلقت موازين قوى جديدة، على أساسها يجب أن يبنى أي تفاوض في المستقبل، بينما الطرف الآخر كما نعلم يريد العودة إلى المفاوضات ولكن بالشروط التي يفرضها. نعم، طيب اسمح لي أن ننتقل إلى الدكتور إيران كنعان. دكتور إيران، طهران دائما ما تقول بأنها ستعود في القريب العاجل إلى هذه المفاوضات، الغرب انتظر إلى حين تشكيل حكومة رئيسي وإلى حدود اللحظة ليس هناك أي مؤشرات على هذه العودة، ما السبب؟ أسعد الله مساءك ومساء المستمعين الكرام، وأسعد الله مساء ضيفك الكريم. السبب هو محاولة إيران لكسب أكبر عدد ممكن من المنافع لها قبل الدخول في المفاوضات، الأمر الذي يعطيها أرضية صلبة كما تفضل ضيفكم هو انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من قبل من طرف واحد من المعاهدة. إيران دائما ما ترمي بالحجر الذي يقول أنه لا ثقة في اتفاقيات مع هذه الدول، وذلك بسبب أنه ليس هناك ضمانات تضمن التزام كل الأطراف. من وجهة نظر إيران أنها التزمت بكل تعهداتها، والطرف الآخر وخصوصا أمريكا ودول الغرب لم يلتزموا، وبالتالي إيران تسعى لخلق أرضية من الثقة بين الأطراف للعودة إلى المفاوضات. إذن هناك دكتور إيران هناك لعبة وقت ربما ورهان على الزمن، ولكن هل الوقت في صالح إيران أمام كم من هائل من العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على إيران؟ هل الزمن ما زال في صالح إيران؟ الزمن من وجهة نظر المتابعين والمحللين السياسيين ليس في صالح إيران أبدا، إنما إيران يجب عليها أن تعود فورا إلى المفاوضات، لكن لا نستطيع الإجابة بوضوح عن هذا السؤال، لأن من يملك هذه الإجابة هو إيران والحكومة الإيرانية ولسنا نحن. هم يعرفون كافة التفاصيل ويعلمون كم هم بحاجة إلى الوقت للمفاوضات. هم يرون بأنهم يستطيعون إن صح التعبير الصبر والصمود أمام هذا الضغط العالي. المهم قبل البدء في مفاوضات بالنسبة للإيرانيين أن تكون هذه المفاوضات في نهاية المطاف مفاوضات
ترفع كافة العقوبات الأمريكية والغربية عن إيران. هل هذا التشدد الإيراني أو ما يسميها البعض بالمماطلة نابعة من كونها أن طهران مقتنعة بأن النهج الدبلوماسي هو نهج الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتالي فليس هناك أي خيارات أخرى إلا المزيد من السعي من طرف واشنطن لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات؟ نعم صحيح، واشنطن لن تسعى بكل قواها إلى هذه اللحظة لإقناع إيران أو إجبارها للمفاوضات، لأن واشنطن كما تعلم عندها أولويات، أهمها فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وبالتالي إيران أحد الملفات الهامة على طاولة الرئيس الأمريكي الجديد، إلا أن هناك ملفين هم أهم من إيران، وبالتالي أمريكا تسعى لإضاعة الوقت من أجل أن تجبر إيران إلى الرجوع إلى طاولة المفاوضات بدون شروط. واضح، شكرا جزيلا لك دكتور إيران كنعان أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من فيلادلفيا. وأعود إليك دكتور سعيد، كما سألت الدكتور إيران، لعبة الزمن في صالح من الآن؟ لا أتفق مع ضيفك الكريم بخصوص أحادية البعد بالنسبة لمسألة الزمن وتحميل إيران هذه المسؤولية وحدها، والدليل على ذلك هو التصريح الأخير لأنتوني بلينكن للواشنطن بوست الذي يلوح فيه بإمكانية التصعيد أي الحرب، يعني يقول بأن إيران إن لم تقبل فإننا سندرس إمكانيات أخرى، وهذا فيه تلويح للجانب الآخر، يعني أننا الآن أمام معادلة متعددة الأبعاد. الأولى هي أن هناك قنوات دبلوماسية، ما بعد القنوات الدبلوماسية الحرب أبرزت أمريكا طيلة فترة ترامب، ونعرف جميعا ترامب وميولته أن الحرب شبه مستحيلة. إذن الحل الآن تعرف إيران جيدا بأن الحل في القنوات الدبلوماسية، ولكي تظهر بأن مسألة الزمن لا تلحقها وحدها، فقد أظهرت ذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآن مثلا مدير رئيس الوكالة يقول بأنه بأن وزير الخارجية لا يجيبه في الهاتف، ولم تتم دعوته، وأن عمله تم تعثره إلى آخره، تم تعثيره. لو كانت إيران فعلا ترى بأن مسألة الزمن لا سهلت المأمورية من خلال هذا الباب، في هذا السياق وتلويح واشنطن بخيارات أخرى غير الخيار الدبلوماسي، هل يمكن أن نضع في نفس السياق التصريحات التي صدرت عن أكثر من وزير في حكومة الاحتلال بأن المواجهة مع إيران باتت مسألة وقت فقط؟ نعم، سنضع هذه كلها في نفس الاتجاه، وأعتبره من باب الضغط فقط للجلوس إلى المفاوضات بالمعايير التي تفرضها واشنطن. أما مسألة الحرب فإن عواقبها الوخيمة على المنطقة بأسرها تجعل إمكانيتها مستحيلة، وقد رأينا من خلال ما اعتبر استفزازات خلال الفترة الماضية حتى وصلت إلى حد لا يطاق بأن إمكانية الحرب غير موجودة. إذن الآن نحن بصدد حل ينبع من المفاوضات، هل المفاوضات بالمعايير الأمريكية، أم أن إيران ستنجح في تركيع الجانب الأمريكي إلى شروطها؟ أنا أميل إلى الاتجاه الثاني، في الأيام المقبلة ستكشف هذا الأمر. طيب، ولكن ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة لكل طرف والتي يرفض التنازل عنها إلى حدود اللحظة؟ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنشطة اليورانيوم، أنشطة النووي التي تمارسها إيران، والتي اتضح الآن أن هناك ثلاث مواقع بالضبط ترفض مراقبتها، هذه هي الخطوط الحمراء بالنسبة لواشنطن. واشنطن لا تريد أن تطور إيران نفسها نوويا، إضافة إلى كاميرات المراقبة في موقع كرج التي تم تكسيرها وتدميرها إلى آخره، بغض النظر عن الملابسات والمسؤولية التي تتحملها كل طرف في هذا الاتجاه. دكتور سعيد، هل تتفق مع وجهة نظر التي تقول بأن المماطلة الإيرانية الآن هي من أجل كسب مزيد من الوقت لتخصيب المزيد من اليورانيوم؟ نعم، أتفق مع هذا الطرح بأن هذه المماطلة بالضبط تذهب في هذا الاتجاه، وقد استغلت ظرف انشغال العالم بكورونا، واستغلت أيضا المناوشات الدبلوماسية التي رافقت انسحاب واشنطن طيلة المطر الماضية لتخصيب المزيد من اليورانيوم بما ليس فقط يتجاوز المعدل الذي حدده الاتفاق 2015، ولكن حتى على مستوى نوعي. إذن
اعتبر ان ان لم يكن في هذا الاتجاه فانه الضغط على واشنطن من اجل، وهذا بالضبط الجانب الخطوط الحمراء بالنسبه لايران وهي العقوبات المفروضه عليها. شكرا جزيلا لك. لو سمحت. نعم تفضل. نعم. باختصار لو سمحت. نعم، نقطة مهمة هي هذه الإدارة الجديدة في إيران يجب أن نلاحظ بأنها إدارة محافظة عكس الإدارة السابقة التي كانت تعتبر من طرف هؤلاء القادة أنفسهم وقتها بأنهم مقربون من واشنطن. إذن هذا معطى سياسي أيضا يجعل من المعادلة أكثر تعقيدا. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد السالمي أستاذ الجيوسياسية في فرنسا، كنت معنا عبر سكايب من باريس. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج أضواء على الأحداث. لا تنسوا زيارة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل ولمتابعة فقراتنا، وأيضا لمشاهدة البث المباشر على قناتنا في موقع يوتيوب. وإلى لقاء آخر في أمان الله.